فالذي يقول، وأنا الآن أوضح المسألة، أقول حيثما سمعت في أي مكان وفي أي زمان تسمعون أحد يقول الراجح كذا أو الصحيح كذا، فافهموا أنه يريد الراجح عنده هو بس، فهمت؟ مش الراجح في نفس الأمر. أما الراجح في نفس الأمر فهذا غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، فهمت المسألة؟ الناس يفهمون خطأ إذا سمعوا شخص يقول راجح، قالوا ها يعني فهموا الراجح يعني الصحيح القطعي وما سواه الباطل قطعا، وهذا هو الحق قطعا. ما هو كذا، ما هو كذا. ليش؟ لأنك قد تسمع من الأول يقول الراجح، وقد تسأل شخص ثاني فيقول لك الراجح الشيء الرأي الثاني، إذن هم يحكون ما ترجح عندهم، فهمت عليه؟ وما ترجح عند عالم من العلماء. إذا قلت مثلا الآن ما هو الراجح في هذه المسألة، أنا أجيبكم أقول الراجح عند أبي حنيفة عدم سقوط القراءة، والراجح عند أحمد كذلك، والراجح عند الشافعي وجوب القراءة، والراجح عند مالك التفصيل، هذا هو الراجح. فلو أنك سألت أحمد سيجيبك بهذا، يقول لك الراجح كذا، ولو سألت مالك سيجيبك بكذا، يقول لك الراجح كذا. فهمت علي؟ يعني شخص يسأل فيقول ما هو الراجح، فيقال والله الراجح أنه لا تجب القراءة، فيسمع شخص آخر يقول بخلاف هذا، كيف كيف؟ فينكر عليه، كيف هذا يقول بخلاف الراجح؟ وكأنه خالف المعصومين، ما هو صحيح هذا الكلام. يعني ذكر الراجح مفيد للسامع في شيء واحد، ما هو؟ أن الذي يثق بهذا المتكلم ويأخذ بقوله، يعني أنا أفرح عندما أسمع الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله يقول والراجح كذا، أعرف أن الراجح عنده كذا فقد أقلد فيه بس، فهمت علي؟ لكني لا أعتقد أنه الذي قال هو الراجح أنه هو الراجح في نفس الأمر، وهو مراد الله عز وجل قطعا، وأن الملائكة جاءت به، ما نعلم هذا غيب يعني.